وكالة الأنباء الفرنسية. اليوم مشينا المظاهرة صورنا كالعادة، بعد صار ضرب بالغاز، سيتي لا كونفيزيون. جيت انا وزميلي من رويترز ومن وكاله الانباء الاوروبيه، جينا هوني قعدنا نصوروا في العباد هاربين، ومن بعد ما راعنا الا معناتها العباد هاربين وبوليسيه جاوا وراهم. يا اخي احنا هربنا لجريدة بريس، خلطوا علينا وخلطوا علينا بالذات في الدروج، جبدوني وبداوا يضربوا فيا بالبار حديد بالمضحك. خمسه من الناس، زو سيفيل وثلاثه بالكسوه وبالكاسكه الكاسك نتاعهم، وضربني بالواحد بالبار هذاك اللي قدام جريده. هذول زاد اثار نتاع جبده. اي 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 شكرا. هاي فهمت. وعندك زاد ضربه في راسك. ضربه في راسي هذه. بون انا شو نقول؟ نقول اللي كور كامل مستهدف، وانا نعرف علاش. كيفاش الصحفيين يجيوا في اللي بلاتو ويقولوا يلزم يحلوا البوليس الامن السياسي؟ انا مانيش نعرف في السياسه، احنا نعملوا في الصحافه، احنا غطينا رقاب وغطينا سيدي بوزيد وعندنا 20 سنه غطين في الدروات دلوم، عمرها ما صارت الحكايات هذول. في ايامات معناتها في عهد بن علي غطينا، معناتها عمرها ما صارت. انا نقول انسياتيف بيرسونيل هذه نتاع بوليسيه، معناتها انا ما نجمش نجي نقول مدير امن راهو وصاهم قال لهم تضربوا فلان وفلان، اما هما رياكسيون وحدهم، معناتها وحدهم جاء خلطوا شاف. علاش نقول لك انا صحابي مسافين؟ على خاطر هذه ماهيش اول مره معناتها في الشهر الاخراني، معناتها وين ثم مظاهره وين ثم صحافي هكا تحكي. اللي صحافيين اللي يضربوا يظهر لي معروفين، وشكون؟ معناتها يضربوا المعروفين تاع الجزيره، تاع السويد بريس، تاع رويترز، تاع وكاله الانباء الاوروبيه، تاع فرانس بريس. هذوما المستهدفين معناتها. معناتها كي تجاو كي تجي تسمع في الحكايه تقول علاش؟ سامحني، مظاهرات تصيروا في العالم الكل والبوليسيه تضرب المظاهرين في العالم الكل على خاطر سي لافورس كيفي لالوا، مش العكس، لالوا كيفي لافورس. معناتها يلزم يضرب مظاهره بلاش واحد معاه، انا متفق معاه، امين علاش يضرب فيا؟ صحافي علاش يضرب؟ علاش يضرب؟ علاش؟ شو معناتها؟ معناتها انا كركر فيا للشارع كاني يمكن هيشم يعملوا لي شكاكه، معناتها ناس هاربه ما نجمتش حتى تحز، معناتها اللي صار عمره ما صار. يا اخي في العالم الكل نشوف بوليس يضرب في واحد مظاهر عادي جدا، ما فيها حتى شيء، ويتعدى في التلفزه كل شيء، هو بيدو بوليس يتفرج يقول له شوف فرج كيفاش عداوه في التلفزه، وانت تجي هوني يضربك. يا اخي شنو باش تقولوا؟ واحد هي مظاهره بلاش رخصه، عادي جدا بوليس باش يضرب مظاهر كي ما يحبش يروح. هو في القانون ايش يقول لك؟ يقول لك يا اخويا انا ننبه عليك بالميكروفون المره الاولانيه، يقول لك برا امشي، هذا القانون عالمي راه كذا، ما عندكش رخصه. انت تقدم له يزيد ينبه عليك، يضرب الفوق كي تقرب له، انت تمسه ويضربك بالكرتوش، هي معروفه هذه. لكن انت صحافي نورمالمون يخدم وراء البوليس ويصور البوليسي يضرب وتلافز، تصور البوليسيه تضرب، وحاجه عاديه جدا هذه في العالم الكل. علاش في تونس الصحابيين مستهدفين؟ على خاطر ثم زوز من الناس ركبوا على الاحداث وجيو يقولوا حلوا البوليس واحد كل شيء، احنا ماناش منهم ما يمناش فيهم، كل واحد يتحمل مسؤوليه كلامه. كان هو البوليسيه معناتها حاسين بحاجه تجاه الصحفيين، معناتها ولات سيلاين، معناتها هذه هي معناتها. فهمتي نكرك على خاطر كنت تكلمت في البلاتو قلت لازم يحل البوليس السياسي، معناتها بوليس سياسي مش هذا المفهوم تاع هذا. هو حل البوليس السياسي معناتها حل الرموز تاع البوليس السياسي، مش انت عاون نتاع امر قالوا لك اقعدوني قعدتوني، وهذا هو معقول ولا ولا كذا؟ واضح معناتها. المهم ما هو يحب يحاسب المسؤول تاع البوليس السياسي، وابريتو انا ما يهمنيش فيه، وانا مش نعرف في السياسه، نعرف في الجورناليزم على قاعده. هو مش تواصل تعمل جورناليزم حتى على قاعده؟ يعمل هو، انا تو طالب يرجعوا ساعه تاع لي زاباري، معناتها تو هذوك معناتها هزوا قرب 60 مليون هذوك هزوا تاع الاجونس كل شيء هزوه. معناتها توا مشي المدير الامن معناتها مشكور بعثها معايا واحد يلوجوا ما يعرفوش عليهم وين، معناتها ينجم السيد اللي يهزهم بارين يلوحهم اكيد، فهمت؟ هز الاورديناتور نتاع اسمه نتاع نزار حب يخو لاباري، معناتها سيتي لا كونفيزيون، هز له طيح الاورديناتور نتاعو وهزه. شو المره هذه؟ قالك البارح شدوا رواحهم الصحفيين وهم بعد بداوا يضربوا. يضربوا اي يضربوا. كلمه اش قالت؟ كلمه قالت راهو الصحفيين مستهدفين. لا قالت الصحفيين ينسقوا مع الكلمه، قالت الصحفيين ينسقوا مع الداخليه. لا بروف
قبل كلك مينوت ملي بداو يضربوا البوليسيه صحفيين سو سون روتيري است كو سي فري انت تو ايتي افيك اي بلي قاعده الناس على خاطر سيتي لا كونف سيتي لا كونفيزيون والغاز لاكريموجين واحد دونك ما عادش تعرف شكون الصحافي من البوليس من الكل لكن هذه ماهيش اول مره هذه ماهيش اول مره لمستهت ولا تلبس عندي انا جيلي بارابال فيها بريس وكل شيء ماهوش هذا هما صحفيين امون افي انا مستهت فيه علاش خاطر البارح للصيد بريسك لا تريح اها اي ما شنو اسمه حسين 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 دريدك لا تريح البارح وزبير السويسي لا تريح منين وين وين اليوم 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 قدامنا غاديك منين البارح وين من رويتر هنا في لافنيو هنا في لافنيو لا توا اليوم توا لا على البارح في لافنيو زاد البارح اسمه حسين دريدي حتى حسين دريدي كلات ريحه من في لافنيو في لافنيو حبيب بورقيبه كلات ريحه فهمتوا فكلوا لي زاباري نتاعو وكل شيء وانت عاد زبوا عليا هوني معناتها لابريس زبوا عليا سميره لابريس خمسه متحمين فيا يضرب فيا ببر حديد معناتها هذايا مش ببر حديد جايني يحب يقتلني معناتها هذايا واحد يضربك بار حديد وانت مش بالمتراج بار حديد بار حديد بار حديد زيد ليناج فام دو ميناج اسمها مريم تصيح تحامي عليه تقول له مراه زميل صحافي وهما يضربوا فيه بالبار حسيل ان شاء الله لاباس ان شاء الله هاك البار البار هذيك ضربني بها البوليس على راسي هاو راسي اللي صار اللي احنا كنا كنت نقرا انا في الليسي خرجنا مع بعد كملت نص النهار خرجنا ما لازمناش نروحوا على خاطر الحاكم سكرها من كل ثنيه ويحكي بالو باش يروح يجي شم الغاز شم الغاز ومن بعد ما لازمناش نروحوا ثنيه الكل مسكرين تخبينا في الليسي من بعد واحد خرج في بالو باش يشوف معناتها اسكو نجم يروح في الوقت هذا ولا لا في بالو اسكو باش نجم يروح في الوقت هذا ولا لا يا اخي احنا مروحين احنا خارجين ونشوف فيهم جايين يجريو جايين يجريو الليسي سكروا الباب يا اخي تخبينا في القهوه احنا متخبين في القهوه كيكا وضربوا علينا بالمتراك ودخلوا لي في القهوه كل ضربوه يضربوا على يضربوا الديجي على بعض تلامذه صغار تلامذه كنا نقراو تخسرنا في الليسي ومن بعد جاو يضربوا فينا